يقول ماذا للزوج من زوجته عند الحيض؟ له كل شيء إلا الجماع، المهم يبتعد عن الجماع، لا يجوز له أن يجامعها وهي حائض. وعائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل المرأة وهي حائض، ولكن كان يأمرها أن تتزر، تكون عليها ملابسها حتى لا يقع المحظور. طبعا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي يرسل رسائل للناس لأنه القدوة صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها لما ذكرت بالصيام قالت كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. فالرجل يجوز أن يقبل زوجته وهي حائض أو يلمسها أو كذا، لكن يحذر قضية الجماع، لا يجوز له أن يجامعها في وقت الحيض، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تطاوعه في وقت الحيض. فالجماع هو المحرم، أما غير الجماع فالأمر فيه سعة إن شاء الله بين الزوجين.